آه. والله واحد من الشباب يعطينا المايك بس. آه تمام، شكرا لك. صباح الخير شباب، كيف أموركم؟ اليوم إن شاء الله راح نبلش بالجزء الثاني من التوبيك اللي بلشنا فيه المحاضرة الماضية. هلا تتذكر المحاضرة الماضية احنا بلشنا في عملية اللي هي الـ RNA structure، وكيف بيتم عملية اللي هي الـ transcription، اللي هي ان سمبل ووردز اللي هي عمليه الترانسفير اوف الجينيتك ماتيريال من الدي ان اي للار ان اي. اوكي، فحكينا بشكل مبسط بالبدايه شو هو الار ان اي وشو الديفرنسز من ناحيه الستراكشر بين الدي ان اي والار ان اي. فحكينا فيه ان تو يعني ميجر ديفرنسز وي هاف تو ريمبر، انه الار ان اي حكينا هو يحتوي على اللي هو الرايبوز شوجر، بالإضافة إلى في عندنا وحدة اللي هو النيوكليوتيدز اللي هي اليوروسيل، و most of the time occurs in the cells على شكل اللي هو single يعني single stranded RNA. بعدين حكينا الجزء الثاني إنه جزء من الـ RNA هذا الموجود عندنا في الجسم بتكون من two major يعني نحكي forms حسب الـ نحكي function أو حسب الكود. فقلنا في بعض الـ RNA جزء منه بيكون عبارة عن coding RNA that gives اللي هو mature أو premature بالبداية، بعدين mature messenger RNA، واللي بيتم فيه عملية الترجمة بعدين للأمينو أسيد أو البروتين. والجزء الثاني قلنا إنه هو في عنا الجزء الثاني اللي بيكون non-coding DNA أو له regulatory function. فهاي الوظيفة ممكن تعتمد انه جزء منها بكون هذا الريجوليتوري فانكشن حسب عملية اللي هي الترانسليشن. ففي عندنا بعض الار ان اي متخصص لعملية الترانسليشن اللي راح ناخذها ان شاء الله في الجلسات السائل يعني الجاية. ففي عندنا احنا بنعرف انه مسنجر ار ان اي، وفي عندنا تي ار ان اي، وفي عندنا الرايبوسومال ار ان اي. والنوع الثاني من النون كودينج ار ان اي حكينا ممكن يكون حسب تصنيف وحسب الطول. في عندنا اللونج تشين اللونج نون كودينج دي ان اي ار ان اي عفوا، والشورت نون كودينج ار ان اي. فهي كلها جزء منها مثلا الاس اي ار ان اي المسنجر المايكرو ار ان اي والبيكو اي ار ان اي والانكوجين والتيومر سبريسور جين، كلها هذه ريجوليتوري ماشينري داخل الجسم، واحنا يعني ناخذها اولا في اول. النقطة الثانية قلنا إنه عملية اللي هي الـ transcription occurs inside our cells by the action of اللي هو الإنزيم اللي هو الـ RNA polymerase enzyme، صح؟ تذكروا حكينا الـ RNA polymerase enzyme هو الإنزيم responsible for عملية اللي هي transcription. فحكينا عملية الـ transcription happens by أو occurs in three stages بالـ E. coli if we take it as a model. فحكينا انه الجزء الاول اللي هو البروموتر ريكوجنيشن، اللي هي البروموتر قلنا هي عباره عن نون كودينج ريجوليتوري ريجن اوكيرز بيفور اللي هو الكودينج ريجن ان افري او ان ايتش جين. فهاي حكينا انه جزء منها البروموتر هذا اللي بيكون على الدي ان اي از ريكوجنايز باي اللي هو الار ان اي بوليمريز، اللي بيتكون قلنا الار ان اي بوليمريز من الهولد انزايم والسيجما، صح؟ السيجما فاكتور. فهلا حكينا السيجما فاكتور هاف كومبلمنتري يعني سيكونس تو ذا بروموتر اور ريكوجنايز ذا بروموتر اون بايت تو ات. فهي العمليه بنسميها بروموتر ريكوجنيشن. بعدين عمليه ترانسكربشن انيشيشن بصير ينسخ بالار ان اي، بعدين الونجيشن، واخر شيء التيرمينيشن ذات هابنز ان ذا تيرمينيتر ريجن. فقلنا دائما الجين بتكون من الفانكشنال جين بتكون من بالبداية بتكون من البروموتر، بعدين عندنا الكودينج سيكونس اللي بتعطينا الـ RNA، بعدين عندنا الترمينيشن ريجن اللي بتنهي عملية اللي الـ RNA بنحكي ترانسكربشن. فهي تقريبا جزء من الأشياء أو كل الأشياء اللي أخذناها المحاضرة الماضية، حكينا عن الأبلكيشن هذا.
فهون قلنا عن الستركتشر، في عندنا الهول انزيم او الفانكشنال ار ان اي بوليمريز اللي هو مكون من السيجما يونت والهول او الكور انزيم. فهذا تو بعطينا اللي هو الهول انزيم او الكومبليت ستركتشر من الهول انزيم. طيب بعدين اخذنا هون بتعرف اخذنا عن اخذنا هاي صح؟ لا طيب وصلنا هون تقريبا صح؟ إذا هذا هون حكينا إنه بشكل مبسط في عنا الجين هو يحتوي على البروموتر والترمينيتر والكودينج ريجن صح؟ هلا بدنا نعمل يعني شوية تفاصيل شو يعني البروموتر أو شو داخل البروموتر فعليا. هلا ففي عنا هون جزء منه بنلاحظ إنه البروموتر ريجن اللي حكينا اللي بتكون اللي هي upstream أو ده عفوا downstream ده اللي هو الكودينج ريجن تتكون من non-coding sequence. هاي non-coding sequence بنلاحظ جزء منها على البوزيشن اللي هو ماينس 10 في بنسميه البرينبو بوكس او الماينس 10 كونسنس سيكونس او بنسميها التاتا بوكس. اوكي وفي عندنا على ماينس 35 انذر كونسنس ريجن. فهي ذيس تو ريجنز ار فيري امبورتنت ان اوردر تو ريكوجنايز اللي هو الار ان اي بوليميريز اند ستارت عمليه الترانسكربشن. هلا بنلاحظ انه بعدين في عندنا البلس 1 اللي هي الستارتنج اوف ذا كودينج ريجن اللي هي تحتوي على الفانكشنال كود، واخر شيء في عندنا الترمينيتور اللي هي كمان عباره عن سيكونس هاي بتكون كونسنس سيكونس موجوده بتعمل عمليه الريليس للار ان اي بوليميريز. هلا رح ناخذ كيف وبتمنع عمليه ترانسكربشن. فبنلاحظ هلا جزء منه عمليه الترانسكربشن ويل جيف يو ايش؟ will give you اللي هو الترانسكريبت اللي تبلش الترانسكريبت من ستارت كودون ستوب كودون in order to give you اللي هو عملية الترانسليشن. هذه الرسمة راح تتكرر مرتين ثلاث. المهم منها كمان بنلاحظ انه هلا في عندنا another regulatory region that occurs in اللي هو messenger RNA that is required للشابتر الجاي اللي هو عملية الترانسليشن. فبنلاحظ هلا هون في عندنا الستارت كودون بتبلش عملية الترانسليشن للستوب كودون، بس في قبليها في عندنا اللي هو ال5 UTR وال3 UTR. هاي كمان عباره عن ريجوليتوري سيكونس بتكون موجوده على المسنجر RNA لها دور راح ناخذ دور مهم في عمليه الترانسليشن. فبنلاحظ هلا جزء منه احنا الماده الوراثيه بالبدايه بتكون يعني حجمها كبير. اوكي بعدين بتقصر اول مره في عمليه الترانسكريبشن، بعدين بترد تقصر بعمليه البروسيسنج او السبلايسنج بس نجيب الانترون ونعمل جوينج للاكسون وتعطينا المسنجر ار ان اي او المشهور مسنجر ار ان اي، بعدين تعطينا الامينو اسيد. فعشان هيك احنا الماده الوراثيه تاعتنا كثير كبيره، المسنجر ار ان اي مقارنه بالماده الوراثيه اقل شوي، واخر شيء عندنا الامينو اسيد محدوده لانها تكون يعني ريزلت فروم يعني فيور اللي هو سيكونس. اوكي فبنلاحظ هون جزء منه حتى بالرسمه شوفوا كيف حجم الفانكشن تحت الجين بعدين قلت صار ثاني، بعدين ممكن هذا الجين يعطينا فيو امينو اسيد في النهايه. اوكي فاذا من الرسم هذا بدنا نعرف شو البروموتر، شو يعني البروموتر؟ هي عباره عن ريبيتيف سيكونس كونسيست سيكونس داز نوت كود اني برودكت. It's important because it's يعني it has an important role in the regulatory machinery. حسب وجودها احنا بنحكي عن البروموتر، معناته بنحكي عن الدي ان اي، معناته important for عملية الترانسكريبشن. الشغل الثاني بدنا نعرف انه في شيء اسمه termination region. شو انه البروموتر، شو هي الريجنز اذا بدنا نحكي بالديتيلز الموجودة فيها او شو نوع السيكونس او البيسز. بنقول في عندنا على الماينس 10 شيء يعني سيكونس او كونسنس سيكونس اسمها اللي هو الداتا بوكس او البريمبو بوكس، وعن ماينس 35 اسمها الكونسنس اللي هي السيكونس. بالمقابل بدنا نعرف انه كمان بس عمليه الترانسكربشن بتعطينا اللي هي الترانسكريبت اللي بتبلش بالستارت كودون والستوب كودون وال5 يو تي ار وال3 يو تي ار اللي راح ناخذها بالمحاضرات الجايه بس نوصل للترانسليشن ان شاء الله. طيب هلا الشغله الثانيه اللي هي عمليه اللي حكينا عنها اللي هي الترانسكربشن، هلا راح ناخذها بالتفصيل كيف بتتم عملية ال شو هي خطوات الترانسكريبشن قلنا؟ البروموتر ريكوجنيشن بعدين الترانسكريبشن انشيشن بعدين الالونجيشن واخر شيء الترمينيشن. فهلا رح ناخذ ستيب باي ستيب كيف بتتم. اوكي هلا اذا الخطوه الاولى اللي هي عمليه الانشيشن ترانسكريبشن انشيشن اوكيرز باي اللي هو تو ستيبس.
على the first step the whole enzyme make loose attachment to the promoter sequence that went directly from the closed promoter complex. فبنلاحظ الخطوة الثانية whole enzyme makes unwind the 18 base pair DNA around the minus 10 position at the open promoter complex. فبنلاحظ إذا الخطوة الأولى أن هذا الجين هذا عندنا هذا الجين اوكي ففي عندنا هنا الماي بلس 1 اللي هي عمليه اللي هي الستارتنج تاعت الترانسكريبشن اوكي هلا هون في عندنا هذا البروموتر اللي قلنا تكون من السيجما والهول انزايم اوكي هذا بيرتبط بالبروموتر ريجن اللي هنا فعليا نحكي عن التاتا بوكس وال ماينس 35 كونسنس سيكونس بيرتبط فيها بعمل ريكوجنيشن الخطوة الأولى بعدين عمليا بعمل عملية اللي هي start unwinding اللي هو الـ DNA at the position 1 and after اوكي فبعمل unwinding بفتح الـ DNA عساس تبلش عملية transcription فهذه الخطوة الأولى إذا عملية الـ whole enzyme makes loose attachment of the promoter sequence then bend tightly to form the close to form اللي هو the promoter new complex طيب على هون الهول انزيم بروجريس داون ستريم زي ما قلنا انيشيشن في ار ان سينثيسيس بلس 1 هلا الخطوه اللي بعديها اللي هي عمليه الالونجيشن هلا كونه العمليه يعني نحكي الهول انزيم او الار ان بوليمريز عمل انوايندنج اوكي وفتح الدبل ستراند دي ان اي وصار يبلش يعني يضيف اللي هي عمليه اللي هي النيوكليتايز او الار ان اي نيوكليتايز بصير في عندنا خطوه كثير مهمه اللي هي ار ان بوليمريز هول انزايم انشيت ترانسكريبشن اند بان تو اند بيجين ار ان سينثيسيس هلا هون السيجما سابيرنس ديسلوكيت شورتلي افتر ترانسكريبشن انيشيشن اند كور انزايم كونتينيو تو دو ترانسكريبشن ليش صديقكم المره الماضيه سالني دكتور هلا الهول انزايم بضل مرتبط عفوا السيجما فاكتور بضل مرتبط ديورينج ترانسكريبشن ولا لا فهون الاجابه بتكون لا انه ديورينج اللي هو الالونجيشن رح يعني ينفصل السيجما فاكتور ويضل مرتبط باللي هو الدي ان اي السنجل ستراند الدي ان اي اللي هو ايش الهول انزيم تاع الار ان بوليمريز وصير يضيف النيوكليوتايد وراء الثانيه فبالمقابل بنلاحظ انه هاي بصير في عندنا عمليه اللي هي يعني سلايدنج من البلس 1 تاع يضل يمشي هلا وين راح يوقف؟ راح نلاحظ انه راح يوقف بس يوصل لعند التيرمينيشن سيكونس وبنلاحظ هون بلش من بلس 1 هاي الترانسكريبشن وقفت وين بداية هذا اللون الأصفر اللي هو termination region أوكي هلا النقطة الثالثة اللي هي عملية termination هلا كونه ال sequence هاي أو يعني ال RNA polymerase ال whole enzyme وصل ل termination region راح يصير في عنا عملية ال core enzyme will deassociate from اللي هو DNA shortly after one round of transcription is initiated the second round will begin هلا فإذا هون راح بس يوصل للمرحلة هاي لا السيكونس هاي بقول انه انا هلا لازم اعمل انفصال من اللي هو الدي ان اي فبنفصل من الدي ان اي وبصير عندنا 1 ايش راوند اوف ترانسكريبشن هلا اذا بده يعمل ترانسكريبشن لكمان مره لكمان السيكونس نفسها او السيكونس ثانيه هلا هون شو الخطوه اللي بتتذكر اذا بتتصوروا ممكن تصير هون بيرتبط بالسيجما والسيجما شو بتسوي؟ السيجما والهول انزيم رح يعمل ريكوجنيشن لشو؟ للبروموتر ريجن اللي هي التاتا بوكس 35 ماينس 35 كونسنت سيكونس ويصير الخطوه اللي بعديها شو يعمل؟ يعمل ريكوجنيشن بس يعمل ريكوجنيشن رح يفك السيجما والهول انزيم رح يعمل انوايندنج ويصير يعمل اديشن لشو؟ ل ار ان اي بيسز ويمشي بس وصل للترمينيشن يوقف وينفصل وهكذا اوكي هلا هون احنا حكيناها ان سمبل وورد هلا ممكن نحكي شويه تفاصيل شو هاي نوعيه التيرمينيشن ريجن او شلون يعني بتتم فعليا عمليه التيرمينيشن طيب فهلا هون التيرمينيشن او ترانسكريبشن تيرمينيشن ماشينري ان بكتيريا كونتين ريبيتيتف سيكونس هلا انترستنج تيرمينيشن ذا ميشينزم او الميكانيزم ديبند اونلي اون ذا بريزنس عجبتني هاي الميشينزم الميكانيزم depend only on the presence of repetitive induced secondary structure needed for termination اللي هي route dependent بنسميها او route protein heparin loop هلا راح احكي عن هاي التفاصيل طيب هلا الفكره اذا جزء منه بالtermination sequence
هلا احنا ما بدنا نشرح شباب، ما بدنا نشرح. هلا تتذكروا احنا قلنا بشكل سريع انه البرونو الار ان اي بوليمريز صح؟ بيمشي بس وصل للون الاصفر اللي هو التيرمينيشن ريجن فوق، وبخلص التيرمينيشن بعدين اذا بدنا تيرمينيشن اذا بدنا ترانسكربشن قام ثاني بيرجع للتصريف ومكمل. هلا النقطة اللي بدنا نشرحها انه اللون الاصفر هذا كيف اللي بيعمل عملية تيرمينيشن؟ احنا حكينا بالسلايد الماضي خلص بس يوصل لون بيعمل تيرمينيشن. هلا بدنا نحكي بالتفصيل كيف التيرمينيشن بيتم. التيرمينيشن بالعادة في عنا السيكونس هاي اللي باللون الاصفر كانت موجودة في نهاية الجين اللي هي التيرمينيشن نحكي سيكونس، هي عبارة عن انفيرتد ريبيت. شوفوا كيف انفيرتد ريبيت، فهاي انفيرتد ريبيت 1 انفيرتد ريبيت 2. شو يعني انفيرتد ريبيت؟ طيب هلا لو عندنا خط مستقيم، لو عندنا خط مستقيم او تذكروا المثل هذا القماش هلا في ريبيتد سيكونس اوليته في عندك مثلا 1 2 3 4 5 بعدين في عندنا اعداد بعدين اخرته 1 مش 1 5 4 3 2. فهاي الاول اول خمسه واخر خمسه عكس بعض شو هدول؟ ريفرس ريبيتد سيكونس. هلا لو واحد منكم مسك الخيط المثل هذا او الحبل هذا ولفه وعمل له هيك شو بصير؟ نفس الشيء مش ريفرس ريبيتيتف، بدها تصير ايش؟ كومبلمنتري، رح يتطابقوا مع بعضهم البعض. هاي فكره الريبيتيتف ايش؟ سيكونس. فبنلاحظ مثلا هون انه بالبدايه في عندنا الريبيتيتف سيكونس اللي هي تي سي جي سي سي جي جي، هنا جي سي 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 جي سي تي، نفس السيكونس هاي بس ريبيتيتف. اوكي، فهلا الفكره انه هون جزء منه هاي موجوده ريبيتيتف دي ان اي سيكونس بالترمينيشن ريجن بيسوي لنا كونتين انفيرتد ريبيت سيبريت باي سبيسر اللي هو هذول اللي بالنص باي سبيسر سيكونس اند فولوينج باي البولي ادينين سيكونس، اخر شيء في عندها بولي ادينين. هلا هون بصير في ترانسكريبشن اوف ذا تمبلت ستراند فور مسنجر ار ان اي. هلا بتبلش بدايه المسنجر ار ان اي رح يصير في عندنا الانفيرتد ريبيت والكونتينيو اند فورم اللي هو هذا الهيبرين او اللوب ستراكشر، فبرتبط هون الاي مع اليو والسي مع اليو وهكذا بعمل لنا نحكي اللوب ستراكشر. هذا اللوب ستراكشر بيعمل عمليه فعليا بيعمل عملية اللي هي النقطة النهائية، عملية اللي هي دي اسوسيشن مش موجودة الرسمة أتوقع، بيعمل لي عملية دي اسوسيشن لا إيش لا الكومبلكس تاعنا. فهذا البطل لينيا بصير لوب ستراكشر بصير في عندنا عملية دي اسوسيشن. ففكرة اللوب ستراكشر فورميشن أو الهيبرين لوب ستراكشر فورميشن نتيجة وجود الانفيرتد ريبيت هاي اللي موجودة بالترمينيشن سيكونس اللي بتعمل عملية اللي هي الترمينيشن أوف ذا ترانسكريبشن. اوكي، فهي فعليا تفصيل كيف بتتم عمليه التيرمينيشن بشكل دقيق. كون التيرمينيشن سيكونس هي عباره عن يونيك سيكونس، هي عباره عن انفيرتد ريبيت. هاي الانفيرتد ريبيت بس تعمل عمليه الترانسكربشن اللي بتكون ما يسمى باللوب ستراكشر. هذا اللوب ستراكشر بيعمل عمليه فورسينج للدي اسوسيشن تاع الار ان اي بوليمريز، بضغط على الار ان اي بوليمريز بطل يتطرق على الاسبان تاعتنا وبالمدى انهاء لهي السلسله او الترانسكربشن. طيب هلا الجزء الثاني بقول لك هون البروموتر كونسنس سيكونس بالاركيا ار ليس كومبليكيتد ذان ايكاريوتيك بات مور دايفيرس ذان باكتيريا. الايكاريوتيك هاف 3 ديفرنت ار ان اي بوليمريز ذات ريكوجنايز ديفرنت بروموتر تو برودوس ديفرنت تايب اوف ار ان اي. هلا هون بنلاحظ ان الجزء منه بعدين رح نحكي او مش يعني بالتفصيل على الايكاريوتيك ترانسكريبشن، انه جزء من الجينز هاي كاري انترون اند اكزونز ريكواير بروسيسنج تو ريموف انترونز. الايكاريوتيك دي ان اي اسوسييتد وذ بروتين اللي هو الكروماتين، جزء منها من الدي ان اي كمان كومباكتد وذ كروماتين. فهون جزء منه الايكاريوتيك بوليمريز. هلا في عندنا اكثر من نوع من الايكاريوتيك بوليمريز اللي هم الار ان اي بوليمريز 1 و 2 اند 3. هلا الفرق بيناتهم انهم بيعملوا عمليه اللي هي ترانسكريبشن لديفرنت تايب اوف ار ان اي. فمثلا بقول لك انه الار ان اي بوليمريز 1 ترانسكريبت اللي هو الار ان اي اللي هو رايبوسوم الار ان اي. الار ان اي بوليمريز 2 بيعمل عمليه ترانسكريبشن للكودين جين او موست اوف ذا سمول نيوكلير اللي هو ار ان اي. والار ان اي بوليمريز 3 بيعمل ترانسكريبشن للتي ار ان اي او سمول نيوكلير تي ان اي تي ار ان اي اند وان تايب اوف رايبوسوم اللي هو ار ان اي. فبنلاحظ انه جزء من هاي كون في عندنا عدد كبير من الار ان اي اللي بيكون موجود
في الجسم زي ما حكينا اول سلايد. ففي عنا different isoforms من RNA، فهو من نعرف كل واحد من RNA شو هو اللي بيعمل عملية اللي هي يعني production of different form of RNA. فالform اللي احنا كثير بهمنا اللي هو RNA form اللي هو 2، لأنه هو اللي بعطينا functional gene صح، اللي هو protein أو product. RNA 1 بعطينا transcript للribosome RNA. RNA 3 هو بيعمل عملية transcript للtRNA. هلا فبنلاحظ انه جزء منه هون عمليه اللي هي الديفرنشيشن. طيب هلا الايكاريوتيك، بالنسبه للايكاريوتيك او الهيومن سيستم، هلا البروموتر تاعنا في عندنا يعني مور نحكي ادفانس، نحكي كونسنت سيكونس او ريجوليتوري سيكونس. هاي الريجوليتوري سيكونس بنلاحظ انه هون بلس 1. هلا مين بيعرف شو بعد بلس 1 بده يكون؟ الكودينج ريجن. قبل البلس 1 بدها تكون الريجوليتوري او البروموتر. فاحنا هلا البروموتر في عندنا اكثر من ريجن. هاي الريجن كثير مهمه لعمليه البايندينج اوف اللي هو الار ان اي بوليمريز. اوكي، ففي عندنا ريجن على ماينس 25 بنسميها ثلاثة بوكس، في عندنا ريجن على ماينس 80 اسمها الكات بوكس، وفي عندنا على الماينس 10 على ماينس 90 عفوا اللي جي سي ريجن. اوكي، هلا هون جزء منه هذول الريجنز بنلاحظ انهم مالهم موجوده في الايكاريوتيك بروموتر فاريبيليتي، انه هذول موجودات بس تلاقي هاي ديجري اوف فاريبيليتي ان تايب نمبر الوكيشن اوف كونسنس سيكونس ايليمنت. التاتا بوكس ذا موست كومن، الكات بوكس اند جي سي بوكس ار مور فاريبل. فهون في عندنا مثلا بيتا جلوبلين، الثايمين كاينيز، الهستون اتش تو بي والسي بي ايرلي اند بروموتر. فبنلاحظ انه جزء منهم هذول في عندنا فاريبيليتي، انه جزء منهم بيكون موجود في السيلز يعني في بعض انواع الجينز، والجزء الاخر بيكون مش موجود. ففي عندنا فاريبل نحكي بريزنت اوف اللي هو ذيس سيكونس ان اللي هي ديفرنت نحكي جينز لوكيتد ان اللي هو الايكاريوتيك سيستم. طيب هلا الشغله الثانيه اللي كنت حاب احكي عنها هلا برجع لها هون. هلا هون برجع للسلايد اللي قبل. هلا جزء منه هذا الريجنز هذول كيف عرفوا انهم هذول الريجنز مهمات؟ اوكي، يعني هلا انا بقول انه ريجن على ماينس 10 هي تي اي تي تي اي تي اللي هو التاتا بوكس. كيف انا عرفت انه التاتا بوكس هذا كونه لا يعطينا كودينج ريجن هو مهم في الجين الجين برودكشن؟ عن طريق شيء بنسميه الميوتيشنال ستاديز. الميوتيشنال ستاديز شو يعني الميوتيشنال ستاديز؟ لان انا هاي السيكونس اللي تاتا اللي ماينس 10 هون، اوكي، وهاي الكات والجي سي ريجن وهاي الترانسكريبشن ريجن، فبنعمل احنا ميوتيشن بالتاتا بوكس، بنغير بدل تي اي تي اي بنحط تي اي 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 مثلا، وبنشوف هل هذا التغيير اثر على شو؟ على الجين برودكشن، على الترانسكريبشن تاعت الجين ولا لا؟ هلا اذا انه اثر على الترانسكريبشن تاعت الجين معناته هاي السيكونس مالها مهمه بعمليه ايش؟ الترانسكريبشن. اذا ما تغير معناته هاي عباره عن جامب دي ان. شو يعني جامب دي ان؟ او مش امبورتنت ريجن، هي نون كودنج ريجن ممكن لها وظائف ما لها وظيفه، او واحد يقول لها وظيفه بس مش بالترانسكريبشن. اوكي، فهلا هاي هي الميوتيشنال اناليسيس للبيتا جلوبين بروموتر. ففي عنده هون هذا جزء من الريليتيف ترانسكريبشن. ممكن انه بس بغير السيكونسز ولا اني بضيف عمر يعني هي ميوتيشنال، انا بنعمل تشينج للسيكونس. هلا هون الريليتيف ترانسكريبشن ليفل، اوكي، وهنا في عندنا هذول الجي السيكونسز. فهلا بنلاحظ هون شباب صبايا الريليتيف ترانسكريبشن ليفل تقريبا واحد. اوكي، هلا اذا عملنا تشينج بالتاتا بوكس بتنزل الترانسكريبشن ليفل من واحد لبوينت مثلا 3 او لبوينت 4. هذول الثلاث بنلاحظ اذا عملنا ميوتيشن بالتي الاولى بدل ما تصير واحد بتصير تقريبا بوينت 4.
الثاني مثلا او 0.3 اذا عملنا بالاي بتصير مثلا 0.5 اذا عملنا بالتي الثاني هلا مثلا 0.2 0.3 وهكذا كلياتهم اذا عملنا ميوتيشن اناليسيس بالبيتا جلوبين جين بالداتا بوكس شباب صبايا رح نلاحظ انه عمليه ترانسكريبشن نزلت من واحد لاقل فاثرت على الترانسكريبشن. طيب هلا النقطه الثانيه هون شايفين هاي اللي هي جنك دي ان اي هذا مش ريجولاتوري مش بوكسز مش داتا بوكس مش جي سي بوكس مش البريمبو بوكس اذا عملنا ميوتيشن هون ماله ضلوا واحد دليل انه هاي المنطقه فقط اللي هي اسمها داتا بوكس اللي هي موجوده على ماينس 10 هي مهمه في عمليه اللي هي ريجوليشن اوف الترانسكريبشن. هلا عملوا سكريننج لكل هاي السيكونس بس وصلوا لهون عملوا ميوتيشن لاحظوا انه كمان الترانسكريبشن ليفل قل فقالوا انه كمان هاي الكات بوكس مهم في عمليه الترانسكريبشن تاعت البيتا جلوبين جين ونفس الشيء جي سي ريتش ريجن عملوا ميوتيشن ونزلت فهي جزء من الميوتيشنال انا الميوتيشنال ستاديز تو كونفيرم انه هذول الريجنز اللي موجودات وين بالبروموتر they are important for عملية شو؟ transcription level. Yeah. هلا هاي جزء منه تتذكر زمان أنا حكيت عن قصة إنه كان في النوك داون مين بتذكر؟ اللي بيشرب الثاني. شو يعني نوك داون؟ ونوك أوت. طرق. هلا في النوك داون اللي هي عمليه انه في عندنا جين معين احنا مش عارفين شو اهميه هذا الجين فبنعمل نوك داون. شو يعني نوك داون؟ يعني من لا مش نوك اوت تيرمنت اوف النوك اوت يعني لما نعمل فول ان اكتيفيشن نوك داون انه بدنا نثبط لا انهبيشن بس مش كومبليت هاي الفرق بين النوك داون والنوك اوت النوك اوت انه بنشيل الجين بالمره ونشوف تأثير إزالة الجين هذا على الليفينج أورجانيزم. أوكي؟ فهلا مثلا إذا بنعمل نوك أوت لجين الأنسولين شو بصير عند المايس؟ سكري بصير له سكري بطل ينتج أنسولين. هلا إذا عملنا نوك داون لجين الأنسولين شو بصير؟ ممكن إنه يعني نحكي بطريقة علمية إنه بصير عنده الأنسولين ليفل قليل قليل نوك داون. اوكي هلا على قصه ايش اسمها هيك زينب بتقول مرتفع شو اذا بدنا نعمل ارتفاع او نزيد الاكتيفيتي تاعت الجين في شيء نسميه اوفر اكسبريشن اوكي اوفر اكسبريشن لهذا الجين فاحنا بالجينيتكس اذا بدنا نشتغل على جين ومش عارفين شو هو وظيفته بنعمل 3 اكسبيرمنت بالعاده يا اما بنعمل اول شيء يعني بنكتشف الجين ونشوف السيكونس تاعته ونعرف شو هذا الجين مش عارفين وظيفته بنعمل نوك داون بنضعف هذا الجين طيب على قصه ثانيه هاي فتحه ثلاثه هسه النوك داون شلون بصير؟ زي هيك والنوك اوت زي هيك ممكن نغير بيس النوت داون بالعاده بصير عن طريق الاس اي ار ان اي السمول ريبوس انترفيرنس ار ان اي بكون السمول انترفيرنس ار ان اي بنعمل ديزاين لسيكونس هاي السيكونس بتكون كومبلمنتري لامبورتنت ريجن بالجين مثلا سيكونس لشو للتاتا بوكس مثلا بالبروموتر تاعت البيتا جلوبين فبنعمل سيكونس سي اس اي ار ان اي كومبلمنتري للتاتا بوكس تاعت البيتا جلوبين بنعملها انجكشن بالسيستم تاعنا هاي الار ان اي الاس اي ار ان اي بترتبط مع البروموتر ريجن او مع الكومبلمنتري ريجن وبتعمل عمليه يعني ستوبينج الترانسكربشن وبالتالي ستوبينج البرودكشن لهذا الجين ما يسمى هذا بالعلم الحديث اللي هي الجين ثيرابي هلا كثير من حالات الكانسر جزء منها بعمل عمليه تريتمنت بالجين ثيرابي اللي هو بعمله تارجتنج لجينات او بروتينات هاي البروتينات بتكون اوفر اكسبريس بالكانسر فاحنا بدنا نضبط هاي البروتينات انتاج هاي البروتينات فبنضبطها عن طريق الاس اي ار ان اي تكنولوجي فبنعمل ديزاين سمول او شورت انترفيرنس ار ان اي وبنعملها انجكشن داخل السيستم تاعنا السيستم جزء منها بتروح بترتبط مع البروموتر بترتبط مع الريجن المعين لهذا الجين فهي تارجتد ثيرابي اوكي هي نفس مبدا الفارما بشو بالانهبيتور كيف الانهبيتور بيشتغل
انتغرس هذا ايوه اللي تنطون عليه الانتغرس كيف يصير؟ بلوك ريسبتور هذا بيعمل الاسئله اللي بيعمل بلوك شو؟ للجين هذاك البيس تاعه انه بتعمل ديزاين كومبلمنتري للكيميكال ستراكشر تاع الاكتف سايت صح؟ هذا بيعمل ديزاين كومبلمنتري شو؟ للجين سيكونس فبرتبط فيها وكونه ار ان اي سهل انه شو؟ سهل انه يرتبط طيب هسا شغله بتجيب شغله هلا جزء منه راح اعطيكم اياها ان شاء الله بنهايه المحاضرات الهد لانه في الدكتور راح يكمل معكم الفاينل فجزء منه في عندنا شيء اسمه صبيه شو بتعملوا انتوا؟ شو بتعمل انت؟ ما هو في اسمعي في ثنتين ورا انت وياها انت ايش بتعملي؟ ها؟ تعال هون تعالي قلب هون طفي التليفون تاعك انت المره الماضيه قلت لك نفس الشيء صح؟ طيب بدي اخذ بي 12 عشان اتذكر المره الماضيه اسمعني متذكر طيب هلا فبنحكي عن عن الجي ام او جينيتيكلي موديفايد اورجانيزم او بنحكي عن الجين ثيرابي اوكي هلا جزء منها بقول لك شو هي ال 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 يعني الناس اللي اجينست جين ثيرابي او الناس اللي اجينست الجي ام او بتعرفوا الجي ام او الجينيتيكلي موديفايد فود اللي هم الاغذيه المعدله وراثيا او جينيا هلا جزء منها الناس اللي بقول لك انا ضد الجين ثيرابي وانا ضد المواد الاغذيه هاي المعدله وراثيا بقول لك انه هاي السيكونس مالها ممكن ترتبط باماكن ثانيه وتعمل شو؟ ميوتيشن اوكي هاي اول نقطه جزء منها الجي ام او او الجينيتيكلي موديفايد فود بالعاده بنحط بروموتر هذا البروموتر بيكون فايرال بروموتر عشان يعمل عملية اللي هي يعني اوفر اكسبريشن للصفة تاعتنا بالغذاء المعدل الوراثيا فبقول لك انه جزء منه ممكن بس الواحد ياكل هذا الغذاء انه هاي السيكونس اللي هي الفايرال سيكونس انها تروح وتنتقل للهاي صحيح نفس الشيء السايد افكت لشو؟ للفاكسين اللي هو بكون فايرال مش فايرال فاكسين شو بسموه الفاكسين؟ لا في فاكسين اللي بكون جزء منه attenuated virus وفي جزء منه dead virus أو attenuated بس في منه بس إحنا بنعمل بالمادة الوراثية مضاعفة لا شباب في عنا بقى الفيروس هذا أو الفاكسين يا أما بنعمل فاكسين بالفيروس attenuated أو بنعمل بالبروتين اللي هو المسؤول عن الفيروس أو بالدي إن إيه اللي هو الفيروس فاكسين أتوقع اسمه جزء منه هيك جزء منه ما يعني احنا بناخذ الماده الوراثيه اللي بتعمل عمليه اللي هي الانتاج الريزيستنس اوكي فاحنا ما بنعمل انجكشن للهول فيروس ولا للاتنيويتد احنا بنعمل بس للسيجمنت بالدي ان اي اللي بنسميها الدي ان اي فاكسينيشن اسال الدكتور رومان عن هذا انتوا اقراوا عن هاي الدي ان اي فاكسينيشن طيب فكل هاي الشغلات مش عارف انا ليش حكيتها لانه كيف الاستديز بتتم على الفانكشنال جين اللي هي النوك داون والنوك اوت والميوتيشنال ستاديز هلا اذا ما كنت شو اذا ما كنت عارفها يعني هلا واحد يقول لي انا بقدر اعمل ميوتيشن على الـ على الجروث هرمون واكتشف اكتشاف شو بتقول له شو بدك تكتشف احنا مكتشفين من زمان الجروث هرمون هيك بس اذا واحد قال لك انا بدي اعمل على الجروث هرمون واعمل ستادي شو تاثير الجروث هرمون مثلا على الثايرويد جلاند ممكن ان يعمل انيميشن مثلا للجروث هرمون بعدين نشوف على الثايرويد جلاند شو بيعمل هاي الانتر اكشن ستادز ممكن تصير اوكي بس بالعاده بتتم هاي الميوتيشن بالاوفر اكسبريشن ونقدم على الاند سكابر جين مثلا ميوتيشن بالجين تي ار تي مسؤول عن الاكتيفيشن للتلفريز وحافظ مثلا على طول انت اللي سالت السؤال المره الماضيه لا لا انا بتنمليز اكتيفيتي انت زي انت واحد سالي الاسئله هاي بتتكرر صارت علي حاسس انه في مؤامره بتصير يعني. لا والله. ها. طيب بقدر يعني اسوي هيك ميوتيشن سبيسيفيك لجين معين بحيث اني اعمل اكتيفيشن للتلمريز واحافظ على كل التلمير وبالتالي اكون انتي ايجنج يعني. اه. لا.
على انه يعني بدك تفولو اب او تفولو ذا سيم مكان الزميل اللي بتصير بالستمسز وال هاي. هلا الدراسات قاعده بتصير على هاي الشغله انه يعمل عمليه اللي هي اوفر اكسبريشن للتلوميريز اكتيفيتي او يعمل عمليه اللي هي انه اولويز التلوميريز ستاند اون. اوكي بس هلا جزء منه شباب هلا جزء منه احنا من يعني في صب صاحبكم الله يرحمه اجاب على رحمه اسلام. هلا دائما الشيء جزء منه بالحياه وبالستيلز انت يعني ما بديش افوت بقصه الكرييشن والخلق وما خلق بس فعليا هلا death of the cells is good for you. يعني انت ما بتقدر تقول انا بدي العب بالترمريز بس كان سيلز ابوها مليون سنه. طب هلا احنا ليش بصير الخلايا هيبا حكيت لكم الابتوسيس صح؟ شو قال ليش بصير الابتوسيس؟ بس تحس الخلية ما صارت في خطر وممكن تغلط وممكن تعمل كانسر وممكن تعمل ليفيتيشنز وتسوي شو بتسوي؟ تحترم حالها وتقول انا ايش؟ فانت يعني احترم راينا يعني للخلية سوسايد. فجزء منه احنا نفكر فيه زي هيك. هلا بعملوا اكسبيرمنت بس بقول لك الكونسيكونسز ممكن ما تكون يعني زي ما بتتوقع. مش شرط انت تمنع الخلايا انها تموت to undergo apoptosis and it's good thing for you. ممكن يعني تروح بالباد وورد. أكيد. لأنه أصلاً هو زي سيفتي زي سيفتي كي للخلايا عندنا إحنا بس توصل يصير في باور كثير تصير تخربط بنسخ الدي إن إيه تصير ما تنتج البروتينات بالشكل المناسب بتقول لك خلص أنت لازم تموتي وتروح تجدد. فإذا أنت خليت هاي الخلية اللي بتغلط كثير موجودة بجسمك راح يصير في كومبليكيشن. أنا رأيي الشخصي طبعاً. او ميكانيزم اكزاكت ميكانيزم هو بقول على فرض انه بس التيلوميريز يعني بس ممكن تكون مثلا مفيده في النون ديفايدنج سيلز النيرونز والشغلات هاي ممكن لانه النون ديفايدنج اوريدي صح زي ما بحكي انه اذا ماتت ما راح تعمل يعني ريجنريشن لها. انه مدام الاكتيف يعني نعمل انهبيشن للاكتيفيتي للتلوميريز بالكانسر سيل فتصير مثلا الكانسر سيل تنقسم ثنتين ثلاث اربعه بعدين تروح باي اتسلف لانه صارت هاي نورمال سيل يعني مش نورمال سيل يعني صارت البيهيفير تاع النورمال سيل. طيب الميتيشن حكيت لنا انه اللي بيكون تحت ال1 بيكون انه شوز ميتيشن واللي 1 كوليدس يعني انه صار كوليدس صح ولا لا. لما يكون 1 انه ما صار في ميتيشن ما صار في ميتيشن ما اثر على الترانسكريبشن. اوكي يعني مش شرط يكون يوزرز. المشكله حقول توخى الدقه بس تحكي مع الطلاب اول يوم عينوني فيهم صرت اتوخى الدقه فشفتي بدي ابطل حكيت انا شو ترانسكريبشن لانه بقول ممكن واحد ينط من غادي يقول لي دكتور يعني هاي مالوش وظيفه الدي ان ايه اللي عملنا له ميتيشن. بقول له جوابي واضح مالوش وظيفه بالترانسكريبشن بجوز انه له وظيفه ثانيه. هلا في زي تو لاينز دول كيف طالعين هدول ايش؟ هذا اوفر اكسبريشن زي ما حكى زميلكم انه جزء منه هاي يعني زي gain of function mutation صارت يعني مثلا ممكن قلبوها G قلبوها C لسه عاملة تحفيز لعملية transcription. اوكي طيب هسه الشغلة الثانية اللي وصلنا لها هون تقريبا هلا في عندنا الترانسنك اللي هو الترانسكريبشن فاكتورز بترتبط مع الداتا بوكس في عندنا المينيمم انيشيشن كومبلكس الداتا بوكس باندينج بروتين. طيب هلا جزء منه هون هاي الكومبلكسز اوكي اللي التو سلايدز اللي عملتهم سكيب لانهم مسروحين هون جزء منه هلا عمليه الترانسكريبشن في عندنا 6 جنرال ترانسكريبشن فاكتور بروتين بايند تو بروموتر ريجن تو سيت ذا ستيج فور ايكاري ترانسكريبشن باي ار ان بولمريز 2. اوكي شو يعني ار ان بولمريز 2 شو بعمل؟ ترانسكريبشن لشو؟ للكودينج. فهون بقول لك انه جزء منه الكودينج ريجن اوكي ممكن الجين تاعنا يكون كثير كبير
فهنا في عندنا مساعدات تيجي للار ان اي بوليمريز 2 خلال عمليه ترانسكربشن اللي هي ترانسكربشن فاكتور. شو ترانسكربشن فاكتور؟ هي عباره عن بروتينات، هذه البروتينات بترتبط مع اللي هو الار ان اي بوليمريز تو بوست اللي هو الاكتيفيتي او تو ستيميليت او لدعم نحكي الاكتيفيتي تاعت الار ان اي بوليمريز ان اللي هي عمليه الترانسكربشن. فبنلاحظ في عندنا اكثر من نوع اللي هو التي بي اي بي والتي اي اف، هذا اللي بيرتبطوا مع بعضهم البعض بيعطونا ترانسكربشن فاكتور 2 دي، وبيرتبطوا بعمليه البروموت يعني بالبروموتر ريجن، وبسووا لنا مركب اسمه انيشيشن كومبلكس او انيشيشن كوميتد كومبلكس اللي بيرتبط مع البروموتر ببلش عمليه الترانسكربشن. هون المهم الديتيلز مش كثير مهمه، بدنا نعرف فقط شو يعني ترانسكربشن فاكتور، شو هي انواع ترانسكربشن فاكتور، شو وظيفتها ان سمبل وورد. هي عباره عن بروتينات، هاي البروتينات بتكون موجودة في البيوكاريوتيك سيستم، بترتبط مع الدي ان مع الار ان اي بوليمريز 2 تو ستيميليت او تو هيلب ان بوستنج اللي هي الاكتيفيتي اوف ار ان اي بوليمريز 2 ان اوردر تو دو عملية الترانسكربشن. طيب هاي حكينا عنها. طيب الشغلة الثانية هلا راح احكي عنها من مش حاط السلايد انا هذاك. طيب هلا الشغله الثانيه بدي احكي عنها انه جزء منه في عندنا مصطلح اسمه الانهانسر سيكونسز، وفي عندنا نحكي الانهانسر والسايلنسر، الانهانسر سيكونس والسايلنسر سيكونس. فالانهانسر سيكونس هي عباره عن بنلاحظ عباره عن سيكونس من اللي هو الدي ان اي مرتبطه باللي هي البروتين البريدج، وبترتبط في عمليه اللي هي الكومبلكس انيشيشن أو complete initiation complex. هلا مين بتذكر شو يعني complete initiation complex؟ اللي هم زي ما قلنا ال transcription factor مع عوامل المساعدة اللي هم RNA polymerase مع عوامل المساعدة اللي هم البروتينات اللي سميناها transcription factor. فهذا كلها ترتبط فيها المركب اللي بنسميه الانهانسر. هذا الانهانسر هو عباره عن يعني بروتين مرتبط مع سيكونس من اللي هو الدي ان اي. فبنلاحظ هون في عندنا اكتيفيتد بروتين او سيكونس من الدي ان اي، هون في عندنا بروتين اللي هي بريدج، هون بروتين بريدج، كلها ترتبط مع اللي هو الكومبليت انيشيشن كومبلكس اند هيلب تو عمليه الترانسكريبشن بالار ان اي بوليمريز. فدائما هذا الانهانسر اللي باللون الاخضر بيعمل كومبليت انيشيشن، بيرتبط مع كومبليت انيشيشن كومبلكس وبيعمل ستيميليشن او انهانسينج عمليه الترانسكربشن. في عندنا مركب ثاني رسمه حطيت لكم اياها، اذا بتذكر ارفع لكم اياها، نفس الرسمه تقريبا بس اللون الاخضر هذا شو لونه؟ اصفر. وشو بنسميه؟ سايلنسر. فهلا هون جزء منه وظيفته انه بيرتبط مع الكومبليت انيشيشن كومبلكس اللي هم وبعمل عمليه انهبيشن لشو؟ للترانسكربشن. طيب فهلا جزء منه هذا الانهانسر وبعتمد على السيكونس وبعتمد على اللي هو البروتين. كمل الانهانسر زي ما قلت هون، الانهانسر هو عباره عن سيكونس بايند تو اكتيفيت البروتين اند اسوسييت وذ كو فاكتور تو فورم بروتين بريدج ذات لينك تو كومبليت انيشن كومبلكس اند ذا بروموتر تو اكتيفيت. فبنلاحظ هي عباره عن سيكونس من الدي ان اي لازم تكون موجوده اوريدي على 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 الريجوليتوري ريجن بتاعتنا بالاضافه الى البروتين. فهذا البروتين زي ما قلنا اللي هو الانهانسر بضل يدور على الريجوليتوري ريجن بيرتبط فيها وبيرتبط بالجزء الثاني بالكومبلكس او كومبليت انيشيشن كومبلكس وبعمل عمليه الهيب اكتيفيشن. اوكي؟ طيب هلا فهي السايلنسر نفس الشيء. هلا اذا واحد بيحكي إذا بدنا نلخص موضوع الترانسكريبشن من ناحية شو هي العوامل التي تؤثر على عملية الترانسكريبشن. هلا شو هي العوامل اللي ممكن نحكي؟ أول شيء بدنا نحكي إنه وجود الريجوليتر ريجن لازم تكون موجودة اللي هي إيش؟ اللي هي البروموتر ريجن. طب إذا واحد قال لك شو يعني البروموتر ريجن؟ بتقول له البروموتر ريجن هي عبارة عن الريجوليتر ريجن بتكون موجودة اللي هي downstream الكودينج ريجن بالفانكشنال جين. هلا وهي عبارة عن مجموعة من القواعد الناتروجينية. هلا إذا لك طيب بالتفصيل تقدر تحكي لي شو هي القواعد الناتروجينية؟ بتقول له بتختلف حسب شو؟ حسب الجين اللي أنت بتحكي له. بس أكثر إشي شهرة أن على minus 10 الثالثة
بوكس وعن ماينس 35 اللي هي الكونسنس سيكونس. وفي عنا بجينات ثانية وأورجانيزمز ثانية إشي ثاني اللي هو قلنا الجي سي ماينس 60 أو ماينس 90 إذا تتذكروا. وحكينا في عنا another two or three يعني regulatory sequence. طيب هاي خلصنا. هلا بعدين إذا قال لك كيف عملية اللي هي الترانسكريبشن بتتم، أوكي بتقول لي الترانسكريبشن بتتم بثلاث أو ثلاث خطوات. الخطوة الأولى الريكوجنيشن تحت البروموتر ريجن، هاي بتتم عن طريق انه في عندنا الار ان اي بوليمرز بينقسم لاثنين لمكونين اساسيات من البروتينات كونه هو عباره عن انزيم. المكون الاول اللي هو بنسميه الهول انزيم ار ان اي بوليمرز، هو انزيم بتكون من الفا و الفا ذكروني الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 او الفا بيتا والفا برايم او بيتا وبيتا برايم واللي هو ال انت تسجل بلاش انه تقول دكتور زاد شو بعض المحاضرة، فبس انسى المعلومة خلوني اشتغل احكي فيها. فانا براجع معكم اساسا اللي تذكروا يعني هاي هم الفا 1 الفا 2 بيتا وبيتا برايم وابسلون. وفي عنا الثانية اللي هي السيجما، اوكي جزء منه بنلاحظ ليش شو يعني كيلو داتي هون شباب صبايا؟ هي وحدة قياس شو؟ كيلو دالتون البروتين كيلو دالتون كيلو بيس قواعد الناتروجيني. فإحنا البروتينات تاعتنا بنقيسها بالدالتون والقواعد الناتروجيني بنقيسها بالبيس والار ان اي كمان بنقيسه بالبيس طبعا. اوكي فهذا عبارة عن بروتين كونه بتكون من 390 كيلو دالتون والكيلو وين تاعه وهذا السيجما هي. طيب بعدين حكينا انه جزء منه عملية الترانسكريبشن اوكير زي ما قلنا بثلاث خطوات اللي هي الريكوجنيشن عن طريق اللي هي الاكشن اوف الريكوجنيشن بعد الاكشن اوف اللي هو السيجما فاكتور. فالسيجما فاكتور بيكون مرتبط مع الهول انزيم وبعمل عملية انه سكريننج بس يلاقي السيكونس هاي البروموتر سيكونس برتبط فيها. هلا بس يرتبط فيها بتكون وظيفة السيجما فاكتور هي الريكوجنيشن اوف اللي هو البروموتر ريجن. بقول لك انا وظيفتي خلصت، انت اعمل ترانسكريبت لهذا الجين وبس تخلص اللي هو او بس توصل للترمينشن ريجن ويحلبوا لك ويطلعوا من السيكونس هاي، انا برجع برتبط مره ثانيه فيكم واعمل ترانسكريبشن مره ثانيه. ففي البدايه اذا بعمل عمليه اللي هي الريكوجنيشن اللي هو السيجما فاكتور، بعدين بس يعمل ريكوجنيشن بيطلع سيجما فاكتور من الكومبلكس هذا الهول انزيم ببلش يعمل انوايندنج ويعمل ستارت للترانسكريبشن للفوسفون وبعدين. هلا بس يوصل للترمينيشن ريجن بيعمل لي اسوسيشن. هلا لو قلنا كيف بيعمل لي اسوسيشن او ترمينيشن الار ان اي بوليمرز، كونه الترمينيشن ريجن تحتوي على سيكونس، هاي السيكونس هي انفرتد ريبيت بشكل لنا ما يسمى بالهيبرين ستراكشر او الهيبرين لوب ستراكشر. هذا الهيبرين لوب ستراكشر بصير كونفورميشنال تشينجز بعمل عمليه دي اسوسيشن للار ان اي بوليمرز. اوكي بالمقابل بعدين اذا بدنا نعمل ترانسكريبشن لجين ثاني او هذا الجين مره ثانيه بده يروح مره ثانيه يرتبط الكور مع الهول ويسوي يكرر العمليه مره ثانيه. هاي النقطه. النقطه الثانيه حكينا عن ايش؟ عن الشيء كمان اللي بيميز عمليه الترانسكريبشن انه في عندنا فاكتورز موجوده في الايكاريوتيك سيستم، كون الايكاريوتيك سيستم الجينات تاعته ممكن تكون تحتوي على الاف القواعد النيتروجينية وعلى مئات البروتينات وحتى آلاف الأمينو أسيد يعني قصدي بحاجة إلى بوستنج ماشينري أو عملية اللي هي إنهانسينج. فممكن إنه في عنا ترانسكريبشن فاكتور، هذول الترانسكريبشن فاكتور عبارة عن بروتينات بشكل لنا كومبلكس برتبطوا مع اللي هي البروموت مع الار ان اي بوليمرز وبيعملوا عمليه اكتيفيشن. بالمقابل كمان في عندنا كومبلكس ثاني بنسميه الانهانسر وهو عباره عن بروتين دي ان اي كومبلكس، هي عباره عن سيجمنت من الدي ان اي بتكون موجوده على قبل البروموتر ريجن وبروتين. هذا البروتين بيعمل بريدج. شو يعني بريدج؟ يعني بوصل الدي ان اي مع البروتين وبرتبط كلياته هذا مع الانيشيشن كومبلكس وبعمل عمليه اللي هي اكتيفيشن بالاضافه الى عمليه اللي هي سايلنسر. فهي بشبهها انا دائما زي ايش؟ زي الـ يعني اكسترا نحكي كنترول ماشينري، اكسترا كنترول ماشينري. فهذا اذا احنا ما بدنا نعمل اس ار ال
ونوك داون ونوك اوت. ممكن كمان ايش نلعب بعمليه اللي الانهانسر والاكتف والسايلنسر. اوكي هذا الجين. فسبحان الله زي يعني زي اكسترا نحكي ريجوليتوري او اكسترا سكيورتي انه مش انه الار ان اي زي ما بده ايش وين ما بده بنسخ الجين وبعمل هاي، لا في عندك كنترول جهه رقابيه اللي هي الانهانسر والسايلنسر هي بتتحكم مرات في هاي الاشياء. طيب فهي تقريبا المحاضره اسعه بتنتهي. طيب هاي فعليا اليوم لانه خلصنا الجزء هذا رح نوقفه لانه نبلش ان شاء الله المحاضره الجايه في توبيك جديد. إذا حدا عنده أي سؤال يقدر يسأل، وإذا ما حدا ممكن ننهي المحاضرة. إيه؟ نحصل على الدي إن إيه من السيلز في عنا اللي هي عملية الإكستراكشن ماشينري. زمان كان عن طريق الإكستراكشن باي بافرز، هلا صارت الأمور أسهل عن طريق نسميه سبين كور، عبارة عن بتصير عبارة عن نانو فلترز، تيوب صغير هذا تعزل المادة الوراثية عن طريق أو مش المادة الوراثية الخلايا عن طريق البفر وتحطها بالفلتر بالتيوب هذا تحكي على فلتر تعملها ضغط مركزي وتتم عملية عزل المادة الوراثية. طبعاً عزل المادة الوراثية شباب ما بوقت شوط كثير يعني ممكن خلال ساعة واحدة أنك تكون حاصل على المادة الوراثية. طبعاً هاي المادة الوراثية من مصادر مختلفة، تأخذها من الدم، تأخذها من السكن، تأخذها من السلايفا، تأخذها من تشر. تقدر تأخذها من البلانت، تأخذها من الفود، تأخذها من أكثر من مكان. أوكي؟ فهاي المعلومات. إذا ما حد عنده أي سؤال نقدر نجيبه.